حل كتاب رياضيات الصف الأول ابتدائي الترم الأول. هنبدأ إن شاء الله بحل بقية الفصول بعد ما حلينا الفصل الأول والثاني. هنبدأ بحل بقية الكتاب إن شاء الله. هنبدأ بالفصل الثالث الموقع والنمط، هيكون عندي إن شاء الله صفحة 46. هنبدأ فوق وتحت، يوصلني في الطالب موقع الموزة فوق تحت تحت، ثم هنبدأ إن شاء الله بأعلى أوسط وأسفل، وهو الدرس الثاني في الفصل الثالث. قبل وبعد، يحوط الطالب الديك الذي يسير قبل الكتكوت وهو يسير قبله، يحوط الطالب الطير الذي يقع بعد الضفدع وهو يقع بعده، ثم هننتقل إن شاء الله إلى اختبار منتصف الفصل الدرس الأول والثاني والثالث، وبعدها إلى تحديد الأنماط، ثم إنشاء الأنماط مثلثين مربع مثلثين مربع مثلثين مربع، إذن بعدها مثلث دائرة مثلثين دائرة مثلثين دائرة مثلثين ده بعدها دائرة، ثم حيكون عندي السؤال موجود أسفل الصفحة. النمط يتكرر بانتظام، والشكل الذي يده للأسفل ثم الشكل الذي يده للأعلى. اختبار الفصل صفحة 63. اختبار التراكمي، طبعا المعلم لديه مجموعة من الأسئلة حيطرحها على التلاميذ، طبعا يختار الأسئلة المناسبة. مثلا ما هي الفاكهة التي عددها 3؟ هنا إشارة صح. أو ما هي البطة التي تقع بالقرب من البحيرة؟ هي البطة السوداء. الفصل الرابع صفحة 66. هنبدأ بالأعداد 6 و7 و8 صفحة 68، ثم ننتقل إلى قراءة الأعداد 7 و8 و9 أو 6 و7 و8 وكتابتهما. هنكتب إن شاء الله هنا 6 7 8، ثم الأعداد 9 و10 72، ثم هننتقل إلى الدرس الرابع قراءة العددين 9 وكتابتهما. هنكتب إن شاء الله هنا 9 10 10 10 9، لابد أن نكتب بشكل أفضل إن شاء الله. اختبار منتصف الفصل صفحة 76، ثم أحل المسألة صفحة 78. مقارنة الأعداد حتى 10، هيكون عندي مقارنة الأعداد، ثم ترتيب الأعداد حتى 10 صفحة 82 وهو الدرس السابع، ثم الأعداد الترتيبي أو العدد الترتيبي. هيكون عندي إن شاء الله أن يحوط الطالب الأرنب الأول بدائرة، ثم حيحط إشارة تكس أو خطأ عند الأرنب الثالث، ثم خط تحت الأرنب الأخير أو الخامس. هيا بنا نلعب اختبار الفصل الرابع. ثم الاختبار التراكمي، مثل ما قلنا الاختبار التراكمي الأسئلة حتكون لدى المعلم، حيختار السؤال المناسب. مثلا العدد الذي يسبق العدد 3 هو 2، أما العدد الذي يلي العدد 3 2 عفوا هو 3. الأعداد حتى 20 صفحة 90، تهيئة الأعدادان 11 و12، ثم هننتقل إلى أعداد 13 و14 و15، ثم العدد 16 و17. هيكون عندي إن شاء الله أحل المسألة صفحة 98 صفحة 99، ثم اختبار منتصف الفصل صفحة 100، ثم ننتقل بعدها إن شاء الله إلى أعداد 18 19 و20. هيكون عندي مقارنة الأعداد حتى 20 صفحة 104، ثم هيكون عندي إن شاء الله ترتيب الأعداد حتى 20، طبعا العدد الذي يقع مكان الورقة. يكتب الطالب العدد المغطى بورقة الشجرة في الفراغ. هيا بنا نلعب صفحة 108. اختبار التراكمي صفحة 110، هيطرح المعلم السؤال على التلاميذ، طبعا الأسئلة هتكون مناسبة لدى الطلبة، هيعطيهم الوقت المناسب. الفصل السادس الجمع، وبعدها حيكون عندي إن شاء الله صفحة 114 مختص الجمع، ثم حيكون عندي تمثيل الجمع، وبعدها جمل الجمع 2 زائد 2 3 زائد 3، الجمع إلى الصفر 4 زائد 0 4، حيكون عندي جواب 4، ثم 0 زائد 2 2. اختبار منتصف الفصل صفحة 122، ثم مراجعة تراكمية، حل المسألة صفحة 124، تكوين الأعداد 4 و5 و6 صفحة 126، طبعا الأسئلة حتكون أسفل الصفحة. تكوين الأعداد 7 و8 و9 صفحة 128،
تكوين الأعداد 10 و 11 و 12 الجمع الرأسي أي العمودي إن شاء الله 5 زائد 1 6 5 زائد 1 ثم هنا إن شاء الله 5 زائد 1 6 ثم هيكون عندي هي بين نلعب ألعاب وأجمع. الاختبار التراكمي حيختار المعلم السؤال المناسب، ما هي السيارة التي تقع في أول سيارات أو قريبة من الإشارة، ثم 1 زائد 3 4 نهاية هذا الكتاب.